ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يعطي والد الزوجة زوج ابنته من زكاة ماله بشرط ألا ينفق من هذه على البيت لأن الزوج عليه ديون؟ ما في بس، لأن الزوج فقير، لأن الزوج فقير وعليه ديون وعليه مصالح يدفعها إليه ويتصرف فيها، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وليس هو من أولاده ولا من أصوله ولا من فروعه. نعم.